النهارده بمناسبه منتخب مصر، محمد صلاح من كام يوم كده كان معايا اصدقاء اعزاء في البرنامج هنا، والكلام خلص هو خلص فعلا. يعني هنقول ايه عن محمد صلاح؟ يعني هتقول عليه مثلا اعظم لاعب في تاريخ مصر، هتقول عليه اهم لاعب في البريمير ليج، هتقول عليه افضل لاعب في العالم، يعني ايه الكلام اللي هتعلي عليه هتعلي بيه على نفسك؟ لا لا مفيش والله. يعني فعلا انت بتقول هو الكلام خلص، لان انت قلت حاجات كتير قوي. هتقول واحد من اساطير ليفربول، خلاص الموضوع منتهي عبر تاريخه يعني، وهيبقى واحد من اساطير الدوري الانجليزي، لان هو الارقام اللي بيعملها حاجه خيال يعني. لكن يا كريم، هو تحس بالنسبه لنا احنا، عارف انت المصطلح بتاع تاجر السعاده، هو محمد صلاح بقى عامل زي الحاجات الحلوه يعني. محمد صلاح بقى حاجه بتعدل مود الناس. صح. والله فعلا. دي حقيقه. محمد صلاح كفيل. هنحلي بايه النهارده؟ محمد صلاح بالظبط. كفيل ان يعني هو كفيل ان هو يعدل مود الشعب المصري لما بتقعد تتفرج على ماتش ليفربول، ويكون ماتش مثلا زي النهارده. صح. يسجل وبيصنع ومزاجه رايق وغزاله رايقه. انت بقيت تروح بعد نهائي كاس امم افريقيا، الناس بدات تشيل هم هو صلاح هيضحك امتى. صح. احنا النهارده صلاح ضحك والله. ده اللي حصل. اول ماتش يعني ماتش الانتر بدات الناس تركز، يا صلاح جاب جول. الماتش اللي فات ده احسن. النهارده شايفينه، فالناس مبسوطه. الناس مبسوطه لمحمد صلاح. انا كنت خايف عليه، كلنا انا كنت خايف عليه بعد كاس الامم، انه يبعد شويه. طبعا. تركيزه يقل شويه، يفقد بعض الثقه. بس خلاص هو وصل لمرحله نضوج مش طبيعيه، من انه يقدر يتخطى كل المواقف الصعبه. بص انا كنت ناعم محمد صلاح جدا، بس ما كانش عندي حته الخوف دي. كنت متاكد ان هي مش هتطول. هو عنده قدره ان هو يروح يباونس باك، ان انا رجعت بقوه. انا رجعت تاني. انا خلاص زي ما بتقول لي، هي المينتاليتي بتاعته ما شاء الله، الله اكبر. عشان كده انت، احنا في ارقامين كده لما نعرضهم، الارقام وانت اتكلمت عليهم في اول الحلقه. الارقام مرعبه يا مروان. يعني بسم الله ما شاء الله، اكتر لعيب في الدوري الانجليزي مسجل اهداف. صح. اكتر لعيب في الدوري الانجليزي صنع اهداف. ما كان بيقولوا عليه وان سيزون وندر. وان سيزون ما شاء الله. فاكر اول موسم راح فيه ليفربول، الناس هتقول ده وان سيزون وندر يا جماعه. ده فايف سيزونز وندر بقى ده ولا ايه؟ واحد وخلاص. الارقام اهي معانا اهي. صلاح هداف البريمير ليج، 9 اهداف. 19 عفوا. 19 جول. هو هداف الدوري الانجليزي. وهو طبعا مساهماته في الدوري الانجليزي عدت، مساهمات الدوري الانجليزي عدت السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت هو كان عامل نفس الارقام دي. هو السنه دي دلوقتي كان مشارك اعتقد في 28 جول. هو دلوقتي عدى وخلاص، يعني بيتكلم في 19 جول لمحمد صلاح، طبعا على قمه هدافين البريمير ليج. بعد كده نمرة 2 دييجو جوتا، هو زميله في الفريق. بعدين نمرة 3 ساديو ماني، 11 جول. فخلينا نقول بس ان يعني هدافين البريمير ليج الثلاثه الاوائل من ليفربول، بس محمد صلاح وجوتا 7 اهداف فرق. ده بيقول لك قيمه محمد صلاح. صح. طب على صعيد صناعه الاهداف، محمد صلاح بيصنع يعني اهداف مبدئيا كده. اول ثلاثة ليفربول. بسم الله الرحمن الرحيم. هخش بقى على صناعه الاهداف عشان هتشوف برضو ان اول ثلاثة ليفربول. يعني ترينت الكسندر ارنولد وباك رايت، والراجل طبعا ماكينه اسيستات، 10 اهداف النهارده بالاسيست بتاع محمد صلاح. هو كمان بقى 10، صنع 10 اهداف. وبعدين اندري روبرتسون صنع 9 اهداف. اول ثلاثة برضو. اول ثلاثة. وخلينا نقول ليفربول اقوى هجوم في الدوري الانجليزي. 70 جول. 70 جول ده رقم مرعب في حوالي 26 ماتش. فانت بتتكلم في يعني حاجه عظيمه. ده كان لسه اسلام من يومين كان بيحتفلوا ب 150 جول مع ليفربول. قال لك النهارده بقى 152 جول. على طول الاكونت الرسمي بتاع نادي ليفربول بالعربي، هنا ليفربول، هنا التاريخ، هنا الحاضر، هنا صلاح. اسطوره ليفربول الحياه تواصل تحطيم الارقام ب 152 هدفا. الملك المصري مو صلاح يصبح تاسع هدافي الريدز على مر التاريخ. ايه ده؟ عشان كده قلتها في الاول. هو في تويتر تانية يا جماعه للاكونت ده، نادي ليفربول، كان قبل الماتش، قبل التويتر ديت، اللي بالعربي اللي يقول لك زعلان من لم يسوي صلاح تريبل كابتن. صح كده. ايوه. في الفانتزي اللي ما عملش صلاح تريبل كابتن في الفانتزي يمسح نفسه من عندي. انا واحد منهم. عملت ايه؟ لا صلاح طبعا، بس يعني انت استخدمت اوبشن تاني في اللعبه عشان تظبط الفريق كله، بس محمد صلاح بيعاقب اي حد. يعني انت طالما ماتشين لازم تريبل كابتن. عامل اسيست كمان صلاح طبعا، واكيد بونص. يعني الفكره ان صلاح النهارده مخلي كل لعيبه الفانتزي في العالم مبسوطه. صح. خلي بالك هو يعني غالبا الاغلبيه العظمى من لعيبه الفانتزي حاطين محمد صلاح تريبل كابتن لثقتهم في محمد صلاح. هرجع العب فانتزي تاني. بص انا مبطلها بقالي سنتين من كتر ما انا كنت بتوتر وبيصعب عليا نفسي في الحظ. بس انا بدات اتعلم حاجه. انا بقالي سنتين ما شلتش الكابتن على محمد صلاح، بس يعني بس يروح مع المنتخب بشيلها وارجع تاني. صح كده.